الأحبة الكرام، سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضاء التشادي ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية، ونعتذر خارجًا الإرادة. ترأس صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو بالقصر الرئاسي الاجتماع الدوري لقطاع الصحة بهدف معرفة الحالة الصحية التي تمر بها البلاد، كذلك بحضور رئيس الوزراء بايمي باتاكا ألبير وبعض أعضاء الحكومة وشركاء التنمية في القطاع الصحي. تقرير محمد عثمان بشير. إن هذا الاجتماع الذي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو صبيحة يوم الأربعاء 24 من مايو الجاري، والذي كان بحضور رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير مع مختلف الوزراء المكلفين بشأن الوضع الصحي بالبلاد، وبحضور عدد من الشركاء الصحيين وبعض من مساعدي رئيس الجمهورية، حيث يعتبر هذا الاجتماع من الاجتماعات الشهرية العادية الخاصة بالوضع الصحي والذي يعقدها رئيس الجمهورية مع مختلف المعنيين بغرض الوقوف على الحالة الصحية بالبلاد. حيث خلال هذا الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة والنصف، استمع فخامته إلى التقارير المقدمة من قبل وزارة الصحة وشركاء الصحيين، ولوحظ خلال ذلك التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة الخطرة مثل مرض الكبد الوبائي. وبما أن فخامته هو المسؤول الأول لقطاع الصحة بالبلاد، فقد أعطى توجيهات واضحة للمسؤولين بضرورة العمل على إيجاد حلول ناجعة لبعض الحالات من الأمراض والعمل من أجل القضاء عليها نهائيا مثل الأوبئة وبعض الأمراض الخطرة عبر معالجة كافة المشكلات والأسباب التي كانت نتاجا لذلك. أمين الدولة في الصحة العامة بعيد هذا الاجتماع الذي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية، بعض الأمراض الأوبئة الحمد لله تمت محاصرتها، وكذلك موضوع الطفولة والأمومة وحديثي الولادة، كل هذه المواضيع ناقشناها، وكل المشاكل المتعلقة بالصحة كيف نرتقي بالصحة. رئيس الجمهورية شخصيا أشرف ووجه، ونحن إن شاء الله نحاول أن نطبق هذه التوصيات الكبيرة. ممثل منظمة الصحة العالمية سيد جان بوسكو أكد على أن منظمته مطمئنة من النتائج التي تحققت مؤخرا في قطاع الصحة بالبلاد، خاصة فيما يخص الحالة الصحية التي ظهرت مؤخرا شرق البلاد وظهر فيها مرض الكبد الوبائي. وأكد المسؤول الأممي بأن تلك الحالة بدأت في تراجع بفضل السياسة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية وحكومته الباسلة. توجيهات فخامة رئيس الجمهورية كانت واضحة على جميع المسؤولين والشركاء الصحيين، ويبقى أن ننتظر إلى حين اجتماع الشهر القادم لمعرفة ما إذا كان هنالك تقدم أو إخفاق في هذا القطاع الذي يعد الأهم لجميع المواطنين.